فريق النادي القنيطري. بحراوي بحراوي خد الكرة ويسدد ويسدد الهدف في وقت صعب جدا. قلت كان هذا هو الحل عند فريق من توقيع البديل لاعب ابراهيم البحراوي. نتابع مرة أخرى يعني من خارج منطقة العمليات كيسدد على الرغم من توجد مجموعة من المدافعين من هنا كيسدد وكيسجل الهدف. يعني الهدف لا يسأل عن الحارس المرمى أمين بالمال اللي قام بالواجب ديالو لحد الآن لأنه كانت كرة ذكية ومركزة أيضا من اللاعب إبراهيم البحراوي. إذن 1-0.